نبدأ في التجربة الثانية وستكون إن شاء الله من مملكة البحرين تحت عنوان برنامج دمج الطلبة ذوي الإعاقات الذهنية البسيطة ومتلازمة داون واضطراب التوحد في المدارس الحكومية، يقدمها لنا الأستاذ خالد محمود السعيدي، فليتفضل مشكورا. صباح الخير. الشكر موصول لجميع الحاضرين ولمكتب التربية العربي ومساهماته وجهوده في معظم البرامج التربوية والتعليمية حق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص. اسمحوا لي أن أعرض اليوم تجربة مملكة البحرين. هي قد تكون تجربة متواضعة، لكن احنا استشفينا منها أنها تجربة تستحق الاهتمام وتستحق التطوير، وتستحق ان احنا ناخذ بعض الاراء من عندكم على اساس ان نقدر نطورها في المستقبل. تجربة البحرين في موضوع دمج طلبة الاعاقات الذهنية البسيطة ومتلازمة داون واضطراب اطفال التوحديين في المؤسسة التعليمية. تنطلق هذه المسؤولية بناء على أن دستور مملكة البحرين أعطى اهتمام أن الخدمات التعليمية يجب توفيرها لجميع المواطنين كل حسب قدراته وإمكانياته. من كذي احنا أصبحت الوزارة تأخذ البعدين، بعد الطلبة العاديين اللي هم قادرين من الأساس على عملية التعلم، والبعد الآخر من الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة اللي يمكن دمجهم وتكون عندهم قدرة على عملية التعلم. لذلك الوزارة احتضنت المستويين، مستوى الطلاب العاديين ومستوى طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وبالذات طلبة الإعاقات الذهنية ومتلازمة داون وأطفال اضطراب التوحد. وهناك في توجهات دولية وعالمية في موضوع اللي هو الدمج، إن كان الدمج الجزئي أو الدمج الكلي. ليش؟ لأن هذه أصبح حق من الحقوق الأساسية لهؤلاء الطلبة. كل دولة أنا على ما أعتقد تجتهد حسب إمكانياتها وجهودها واجتهاداتها الشخصية. احنا للأمانة يمكن عندنا مؤسسة مجتمع مدني مهتم بذي الجانب، كان له دور معانا في عملية التعاون ونوع من المبادرات التطويرية الأساسية، وجهود الوزارة كانت واضحة في هذا المجال. على هذا الأساس تبنت إدارة التربية الخاصة، إدارة التربية الخاصة شكلت عليكم السلام عليكم السلام لذلك بناء على هذه التوجهات شكلت إدارة متكاملة للتربية الخاصة تهتم بطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة. الإدارة تنطلق من 4 أقسام أساسية وضرورية. قسم له علاقة بإعداد برامج صعوبات التعلم، هاي تقريبا بدأت وانطلقت من فترة الثمانينات، حوالي عندنا أكثر من 6700 طفل يعانون من صعوبة عملية التعلم خاضعين لهذا البرنامج. كذلك من ضمن أقسام الإدارة الأساسية اللي أعطيت اهتمام اللي هو أقسام لها علاقة بالطلبة المتفوقين والطلبة الموهوبين في المؤسسة المدرسية. هؤلاء الطلبة توجد لهم برامج إثرائية أساسية تتناسب مع إمكانياتهم وتفوقهم الدراسي على أساس أن على الأقل يأخذون استحقاقاتهم التعليمية الأساسية.
القسم الرابع اللي هو لعلاقة بموضوعنا اليوم، اللي هو قسم لعلاقة بالإعاقات، إن كانت الإعاقات السمعية أو البصرية أو الحسية، والإعاقات الذهنية ومتلازمة الدم واضطراب التوحد. لذلك أصبحت الوزارة تتحمل مسؤولية جميع الإعاقات داخل مؤسستها التربوية. والقسم الأخير اللي هو قسم متابعة المراكز التأهيلية. عندنا مراكز تأهيلية الوزارة تحاول تمد جسور التعاون معاها قدر الأمكان من خلال توفير الكوادر البشرية، نوفر لهم المعينات، نوفر لهم حتى التجهيزات الأساسية الخاصة بهذه المراكز. بنبدأ أولاً اليوم بنتكلم عن برنامجنا الحقيقي اللي هو دمج طلبة ذوي الإعاقات الذهنية ومتلازمة داون، حيث أن هذا البرنامج بدأ في سنة 2001-2002، وبرنامج أطفال التوحد أو اضطراب التوحد بدأ في 2010-2011. هذه أطفالنا، هذه متلازمة داون، وذاك طفل عنده إعاقة ذهنية. الهدف من البرنامج بشكل دقيق أن احنا نوفر فرص تربوية مناسبة لهؤلاء الأطفال. هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى رعاية تربوية مختصة تتوفر في المؤسسة التربوية بحكم طبيعة الاختصاصات التربوية في المدرسة. نحاول نوفر لهم جانب من البرنامج الأكاديمي الذي يتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم الذهنية في كل المواد أو في معظم المواد الأساسية اللي لها علاقة بتوفير هذا الجانب. بعدين نحاول، وهذا اللي عندنا نركز عليه، نحاول نسوي مقاربة أن نحاول نوصل أو نعدل اتجاهات المجتمع حول هؤلاء الطلبة، هاي لأن لهم حقوق أساسية، وكل المنظومات الدولية تحاول قدر الأمكان أن هي تعطي فرص أكبر للدول أن تدمجهم في المؤسسات التربوية والمؤسسات التعليمية. إحنا نحاول نخلق ثقافة تربوية أساسية ومهمة أن هؤلاء الطلبة كيف نقدر نعدل اتجاهات المجتمع حول هؤلاء الطلبة. الفئة المستهدفة اللي هم فئة الإعاقة الذهنية البسيطة وعندنا متلازمة داون، وإحنا ناخذ مثل ما تفضلنا وقلنا ناخذ الإعاقة البسيطة التي تتراوح درجة الذكاء مالها من 50 إلى 70 حسب المقاييس المرتبطة بالذكاء، لأن هؤلاء قد يكون أكثر قابلية لعملية الدمج وأكثر قدرة على التكيف النفسي والتوافق الاجتماعي في البيئة المدرسية. الخطة الدراسية تنطلق من نفس المواد الدراسية اللي تلقاها أي طفل عادي، بس احنا نركز على الكفايات والمهارات وقدرته واستعداداته في عملية التعلم. معناته انه راح يكون عنده برنامج تربوي فردي لكل طفل. في البرنامج التربوي نكون نركز على الخطة التعليمية الخاصة به. المناهج الدراسية مثل ما تفضلنا وقلنا انها مدارس أساسية موجودة في النظام التربوي والتعليمي عندنا، والوزارة حاليا بصدد إعداد منهج تربوي مستوفي ومتكامل حق جميع فئات طلبة الإعاقة الذهنية وأطفال التوحد. الكوادر البشرية ما نلحق بهذا البرنامج إلا لازم يكون المعلم مهيئ تعليميا للبرنامج ونلحقه بجامعة الخليج العربي على أساس يأخذ أقل ما يكون دبلوم في التربية الخاصة أو ماستر في التربية الخاصة. لذلك ما نأخذ أي معلم إلا بعد ما نتأكد ونطمئن أنه خضع لتأهيل تربوي وتعليمي كيف يتعامل مع هذه الفئة. بالإضافة نهيئ البيئة المكانية
قبل لا نبتدي بأي صف لازم نهيئ البيئة الصفية، نسوي نوع من المحاضرات التوعوية لجميع المربين في المؤسسة المدرسية، لجميع المعلمين، لجميع أولياء الأمور، بهدف أن تخلق ثقافة تربوية أساسية أن هؤلاء الطلبة يمكن دمجهم ويمكن التفاعل معهم ويمكن التعاون معهم. الإحصائيات الحالية اللي تحت يدنا بالنسبة لمدارس البنات، عندنا متلازمة داون 73 بنت وعندنا إعاقة ذهنية 180 بنت، وبالنسبة لمدارس البنين عندنا 27 مدرسة على أساس 52 بنت ولد وعندنا إعاقة ذهنية 239 طالب. المجموع الكلي اللي مدموجين في الإعاقة الذهنية ومتلازمة داون 544 طفل على 53 مدرسة. عندنا مشروع طموح إن شاء الله نقدر نوفره، المشروع أن لهؤلاء الأطفال بعد ما يوصلون لعمر 15 سنة أن شلون نقدر نضمهم في برنامج للتأهيل المهني بهدف تعليمهم مهنة معينة والحاقهم بسوق العمل. آخر شيء برنامج اضطراب التوحد اللي بدأنا فيه من خلال السنتين اللي فاتوا، تقريبا عندنا حوالي 6 مدارس فيها أطفال اضطراب التوحد، كل مدرسة فيها 5 طلبة، ومن ضمن البرنامج الجيد أن لكل معلم طالب، لكل معلم طالب بسبب طبيعة هذا الاضطراب، لأن هذا الاضطراب معروف أن الطفل عنده ضعف التواصل الاجتماعي وعنده ضعف التواصل البصري وعنده تعثر في الكلام. هاي طبيعة البرنامج اللي نطبقه هؤلاء الفئة، وهذا الكوادر البشري نفس الشيء تنطبق على الإعاقة الذهنية، ما يدخل أي معلم اللي يخضع لبرنامج تدريبي متكامل. الخدمات اللي العادة الوزارة تقدمها بشكل عام حق دار التربية الخاصة، ان احنا نوفر جميع المواصلات لعيالنا، عندنا اكثر من 12 باص، يمكن 7 باصات او 8 باصات اللي هم الرافعات الاساسية، وعندنا التجهيزات والمعينات جميع نوفرها لأبنائنا الطلبة، بالاضافة الى ان احنا الطلبة المتميزين ببعض القدرات نحولهم الى مركز رعاية الطلبة الموهوبين، لان هذا المركز متخصص في جوانب كثيرة، لذلك توجد عندنا علاقة تشاركية مع جميع قنوات الوزارة. وأخيرا أن الوزارة توفر 50 إلى الآن بعثوا أكثر لعيالنا من ذوي الإعاقات بشكل عام، ويستفيدون منها إن كانت في المدارس الحكومية في الجامعة الوطنية أو في الجامعة الخاصة داخل المملكة وخارج المملكة. ونشكركم على الاستماع. شكرا للأستاذ خالد محمود السعيدي الذي تحدث لنا عن هذه التجربة. ونفتح باب المناقشة لأن إحنا هو عد الوقت بثلاث دقائق، لكن عندنا دقيقتين لاستقبال الأسئلة فقط، اللي يحب يسأل من الأخوة المتواجدين. طيب، في سؤال، نأخذ سؤال واحد منه. From UNESCO Doha office, I want to thank you for an excellent presentation. Upon the invitation of His Excellency Dr. Majid Al-Noemi, I visited some of the schools in Bahrain recently in Manama, and it is the experience of integration and inclusion and enabling children with disabilities in Bahrain is very, very good experience, and we are wondering whether there are opportunities for other countries in the region to benefit from this experience in Bahrain, and whether you would enable the organization of some study tours, because we have started the Education for All assessments and the review for 2015, and we are looking at education for all learners, including children who are excluded, children who are marginalized, and children who have special needs. And we can all learn from the experience in Bahrain. So if there are opportunities for some study tours, we would welcome opportunities for collaboration.
in this way. Thank you. إذن شكرا للأستاذ خالد محمود السعيدي من مملكة البحرين على هذه أو على هذا العرض الخاص بتجربة مملكة البحرين.